السلام عليكم. إن شاء الله هناخد المحاضرة تصميم الويب ستيفنر في البليد جيردر. طبعا عندنا الستيفنر ثلاث أنواع اللي احنا هنستعملهم: الإند ستيفنر والإنترميديت ستيفنر واللونجيتودينال ستيفنر. هنبتدي بمقدمة على تصميم الستيفنر. عندنا نوعين رئيسيين: there are two main types of stiffener used in bridges. عندنا نوعين، النوع الأولاني اللي هو الفيرتيكال ستيفنر، النوع الثاني الهوريزونتال ستيفنر. الفيرتيكال ستيفنر اللي هو الخط اللي انت شايفه الابيض ده، ده الفيرتيكال ستيفنر. فيرتيكال ستيفنر لو خدنا مقطع في الكوبري اي اي، هتبص الفيرتيكال ستيفنر عباره عن المستطيل الابيض ده كده من الناحيه دي والناحيه دي. فالفيرتيكال ستيفنر عندنا نوعين: الاند ستيفنر. الاند ستيفنر اللي عند السبورت بالظبط، عند السبورت هنا وعند السبورت في اخر الكوبري. الاند ستيفنر points، وأقول لك كده points of concentrated loading، يعني بتتحط عند الأحمال المركزة زي عند الرياكشن كده، اسمها end stiffener، واخد بال حضرتك؟ وتبقى double. هو بقول لك shall be placed in pairs، بتحط ايه double يعني، ومحكمة طبعا ان هي بتتلحم في الأبر فلانج وفي الويب. الديل end stiffener اللي عند السبورت. في بقى حاجة تانية اسمها intermediate stiffener، برضو intermediate vertical stiffener أو transverse stiffener، اللي هي vertical دي اللي هي دي، هو كتب لك عليها intermediate stiffener اهو. إنما الستيفنر اللي عند السبورت مسمها إيه؟ end stiffener أو bearing stiffener. خدت بال حضرتك؟ في بقى عندي كمان longitudinal stiffener، الهوريزونتال stiffener، horizontal stiffener أو بيسموها longitudinal stiffener، اللي هي الستيفنر الطوالي دي، الخط الأصفر ده كده. واخد بال حضرتك؟ اللي هو هيبان هنا لو انا خدت مقطع ايه اللي هو الايه اللي هو الايه اللوح اللي هو الايه الاصفر من هنا ومن هنا ومن هنا، ده اسمها لونجيتودينال ستيفنر. وخلي بالك اللونجيتودينال ستيفنر ديت بتتحط في منطقه الكومبريشن زون في الويب بتاع المين جاردر. خدت بال حضرتك؟ يقول لك ايه ادز كومبريشن زون في الويب بتاع الايه المين جاردر. يبقى عندنا نوعين دلوقتي من الستيفنر: vertical stiffener، وده بيشمل نوعين اللي هو الاند ستيفنر او البيرنج ستيفنر والانترميديت ستيفنر. كل ده اسمه vertical stiffener، واخد بال حضرتك؟ او بيسموها horizontal transverse stiffener، اسف بيسموها transverse stiffener لان هي عموديه على الويب، يعني بتبقى عموديه على الويب. في horizontal stiffener الثانيه بقى اللي هي في الاتجاه الطولي بتاع الويب، اللي هي الخط الاصفر اللي قلت لحضرتك عليه ده. هنيجي بقى بعد كده حضرتك لو شفنا احنا منظور اهو، الاند ستيفنر اللي هي الحمراء دي عند السبورت، بعد كده اللي هي الصفراء دي اللي هي الانترميديت ستيفنر، هو كاتب لك عليها. في بقى اللي هي الزرقاء دي اللي هو العرض دي اسمها الايه الهوريزونتال ستيفنر او اللونجر ستيفنر. دي بتتحط حضرتك عند الدي على 5 وعند الدي على 2، دي ويب على 5 يعني على بعد 5 دي ويب من فوق من منطقه الكومبريشن اللي هو سمبل بيم، ولو انت محتاج كمان تحط عند الدي على 2. هو الراجل مدي لك ملاحظات كده من الخبره، يعني بيقول لك لو الاتش ويب اقل من متر يبقى تختاروا ستاندرد سيكشن، رولد سيكشن، يبقى مفيش ستيفنر هتستعمله. لو اتش ويب عندك اكبر من متر واقل من مترين يبقى تستعمل فيرتيكال ستيفنر بس. لو اتش ويب من مترين ل 3 متر يبقى تستعمل فيرتيكال ستيفنر مع الهوريزونتال ستيفنر عند الدي على 5 او عند الدي على 2. انواع الفيرتيكال انترميديت ستيفنر اهو، ممكن تاخد تي سيكشن كده من ناحيه ومن ناحيه، او انجل او بليت او انجل بس مقلوبه بقى كده، يعني مش ملحومه زي دي كده، يعني تروح اعملها شكل مثلث، او حته بليت وتشكله على شكل ترابيزات. والانواع دي موجوده طبعا، اللي هي الترانسفيرس ستيفنر ديت موجوده في الكود في صفحه 126، يعني مش جايبينها من عندنا ولا حاجه. تعالى بقى الاند بيرنج ستيفنر، او بيسموها الاند ستيفنر او البيرنج ستيفنر. الفانكشن بتاعتها ايه يا بطل؟ وظيفتها ايه؟ قال لك is to distribute the load on the wide area، يعني بتوزع اللود على مساحه كبيره من الويب بتاع المين جاردر، ما يبقاش الحمل جاي مركز في بوينت، لا نتيجه وجود الاستفنر والحمل في الويب بتوزع على مساحه واسعه من الويب بتاع المين جاردر. وكمان بتمنع and to prevent local buckling and crippling in the web، ده كلام كويس، يعني بتمنع اللوكال باكلينج. طبعا الستيفنر عموديه على الويب كده وملحومه فيه، هتمنع اللوكال باكلينج وتعمل ان يحصل له كمان ايه كريبلينج ممكن يحصل في الويب. الترانسفير ستيفنر برضه لها وظيفه اخرى، يعني اضافه الى ان هي بتوزع اللود على مساحه كبيره من مساحه الويب بتاع المين جاردر، هي بتمنع برضه الاوت اوف بلين باكلينج اوف ذا ويب. طبعا ان ما يحصلوش اوت اوف بلين اللي هو اللاترال باكلينج يحصل له، لا بتمنعه برضه، واخد بال حضرتك؟ فهنا الستيفنر طبعا دي مهمه جدا، اللي هي الاند ستيفنر دي اللي هي الزرقاء دي
اللي هي بين اللي هو المستطيل الازرق ده اهو كده، مستطيل من الناحيه دي ومستطيل من الناحيه دي، اللي هي الاند بيرنج ستيفنر دي. الانترميديت طبعا هي بتتحط جوز، يعني واحد قدامك واحد في الخلف، واحد قدامك كده والتانية في الخلف ورا. الانترميديت ستيفنر لها كذا نوع بقى، خلي بالك الكود برضو جايب دي، ممكن تعملهم ان بيرز يعني قدامك وفي الخلف، قدامه في الخلف، قدامه في الخلف، او ممكن تعملهم في ناحيه واحده، او ممكن تعملهم استجرد بالشكل ده. فالانواع دي كلها برضو موجوده فين؟ الكود اشار اليها، انواع الانترميديت ستيفنر اللي ممكن ايه تستعملها. الاند بيرنج ستيفنر بقى، تعالى عشان نصمم الاند بيرنج ستيفنر، طبعا احنا عرفنا الفانكشن بتاعها مش هنعيده تاني. قال لك بتوزع اللود على مساحه واسعه من الويب بتاع المين جدر، واخد بال حضرتك؟ وكمان لما تيجي تصممها بتصممها كعمود وسباكلينج لينس 8/10 اتش ويب. يعني عشان تصمم الاستفنر دي باعتبارها كانها عمود، لانها معرضه لضغط، كان في اكسيال كومبريسيف لود جاي فيها اللي هو الرياكشن نفسه. فالكود مديلك شويه داتا، بيقول لك ان عرض الاستفنر ده والبستفنر ده اللي انت حاططها هنا ديت، بيقول لك ايه شود نوت للزان ما تقلش ابدا عن ايه؟ عن اتش ويب على 3.5 سم. ما تقلش يعني اكبر او بتساوي دي، واقل من البي فلانج ناقص تي ويب على 2. طبعا لما تقسم بي فلانج دي تطرح منها تي ويب يدي لك المسافه دي، يعني ما تزيدش عن كده، يعني اقل او بتساوي دي، واخد بال حضرتك؟ ده لو انت مستعمل السفنر ان بوث سايدز زي الحاله اللي انا رسمها دي من ناحيه ومن ناحيه دي. انما انت لو مستعملها من ناحيه واحده، طبعا احنا في الاند السفنر بنستعملها من ناحيتين، احنا اتفقنا على كده، ده هو الكود اللي كاتب ده. يعني لو انت استعملها من ناحيه واحده يبقى اتش السفنر اللي هي البي بتاعت السفنر دي، قصده على البي بتاع السفنر ديت، اتش ويب على 30/10 سم، انما كان هنا اتش ويب على 30/5 سم، اكبر واقل من بي فلنج ناقص تي ويب. انت طبعا تاخدها ايه على طول، البي فلنج ناقص تي ويب على 2، يعني بتاخدها كانها تملاها كلها يعني. والباكلينج لسه زي ما اتفقنا بيساوي 8/10 اتش ويب، كويس قوي. خلي بالك بقى الاند ستيفنر ديت في جزء من الويب، طبعا هي ملحومه في الويب، ما انت شايف اهو، شوف ملحومه من ناحيتين، ملحومه من ناحيتين في الويب، فطبعا في جزء من الويب شغال معاه. الجزء ده الكود حدده قال لك لو انت شغال في الاند ستيفنر عباره عن 12 تخنت الويب بتاع المين جاردر، 12 تي ويب ده، يعني كان الاستيفنر بتاعتك جزء من الويب اللي هو الجزء ده، زائد كمان البليت اللي من الخلف والبليت اللي من قدام حضرتك، ده كله كده على بعضه كده اسمه الاند ستيفنر. عشان صمم الاند ستيفنر الديزاين اوف سكشن، يبقى انا عرفت الداتا دلوقتي بتاع ان في جزء من الويب بيشارك مع الاستفنر مسافته او مساحته او الطول بتاعه 12 تخنت الويب بتاع المينجارد، وان البيستفنر اللي بيساوي اتش ويب على 30/5 سم، او ممكن تقول بيساوي او اقل من البي فلانج ناقص التي ويب على 2، كويس. او ان ال باكلينج بتاع الاستفنر كان طالما انا هتعامل معاها كانها كومبريشن ممبر، ال باكلينج بتاعتها 8/10 اتش ويب. يبقى دول الثلاثه داتا اللي انا خدتهم، اللي هي البيستفنر والال باكلينج وجزء الويب اللي شغال بها. عشان اصمم الاستفنر حضرتك، عشان اصمم الاستفنر يبقى يلزمني اطبق الشروط بتاعتي بقى. طبعا هي الاستفنر اللي في ايه الفرصه اللي جايه عليها اللي هو الرياكشن بتاع المنجرد اهو، الفرصه بتساوي الرياكشن بتساوي الكليو ديزاين بتاعت المنجرد. الاستفنس كونديشن اللي هو ال باكلينج واي اللي انت بتقول عليه ده هو مقسوم على الاي واي اقل او بيساوي 90، من هنا تطلع الار واي، لان ال باكلينج 8/10 اتش ويب وال90 موجوده، تطلع الار واي. يعني ما تجيب ما تحسب الاستفنر بتاعتك وتحسب الاي واي الصغيره بتاعتها، لازم تكون ايه اكبر او بتساوي من القيمه اللي طالعه من هنا. طب ده كويس قوي، ده اسمه الاستفنس كونديشن، ده اسمه الاستفنس كونديشن. الاستريس كونديشن ما فيش اي مشكله، انت عندك الفرصه اللي جايه فيه اللي هو الرياكشن نفسه اقسمه على اللو والبندنج، اللو اللي انا بفرضه من 1.2 ل 1.5 يديني ايه؟ يديني المساحه بتاعت الاستفنر. لما يدي لك المساحه بتاعت الاستفنر دي كلها، ركز قوي، المساحه بتاعت الاستفنر دي بتساوي ايه؟ بتساوي 12 تي ويب في التي ويب زائد البي استفنر في التي استفنر في 2 عشان الناحيه دي والناحيه دي، اللي هو الكلام ده بطل، او 12 تي ويب في التي ويب زائد 2 عشان الاستفنر اللوح اللي ورا واللوح اللي قدام، البي استفنر في التي استفنر. هنا هنفرض البي استفنر، ما انت عارف البي استفنر عارفه بيساوي ايه؟ البيستفنر ما انت عارفه البي فلانج ناقص تي ويب على 2، يبقى انا عرفت دي، اطلع من المعادله دي مين يا بطل؟ التستفنر. والتستفنر الكود بيقول لك ما تقلش عن 8 مللي، ده في الكود في صفحه 131. الاستفنر ده عشان ما يحصلهاش لوكال باكلينج بطبق المعادله ان البيستفنر على التستفنر الرقم اللي يطلع من هنا لازم يكون اقل من البيستفنر على التستفنر
اللي هي 25 على جذر اف يلد. خلاص انا عندي البستفنر مجهول، التستفنر مجهول، عند الاف يلد موجود، يبقى المعادله دي ما فيش مجهول فيها الا التستفنر اللي ما يحصلهاش لوكال باكلنج. يبقى انت طلعت التستفنر من الفرص اللي بتاثر على الاند استفنر، وطلعت التستفنر اللي جايه من اللوكال باكلنج، تاخد الكبيره فيهم. واخد بال حضرتك؟ تاخد الكبيره ايه فيهم. طب تعالى نعمل تشيك على الاستريسز بقى، ما فيش مشكله، تعرف تجيب لي الاريا دي؟ ايه المشكله؟ 12 توب في التوب، ادي مساحه الايه؟ جزء الويب اللي شغال، والبستفنر في التستفنر في 2 اهو. الاي الاي اكس والاي واي، خلي بالك بقى، ركز معايا. انت تفتكر الاستفنر دي لما يحصل لها باكلينج، يحصل لها باكلينج حوالين محور اكس ولا حوالين محور واي؟ حوالين محور واي، لان هتروح كده وتجي كده، تروح وتجي كده، بتلف حوالين مين؟ حوالين محور واي، مش حوالين اكس كده. الباكلينج اوت اوف بلين، يبقى حوالين محور اكس كده. كده تروح كده وتجي كده، عمرها ما تروح كده وتجي كده، انما تروح ازاي؟ تروح كده في الناحيه دي والناحيه دي، يبقى اي واي حوالين اي واي اهو. يبقى حسب الاي واي، تعرف تحسب لي الاي واي ايه يعني؟ تي ويب في 12 تي ويب تكعيب على 12، زائد البستفنر في التستفنر تكعيب على 12 في 2 اهو. حسبت الاي واي، اسم الاي واي على الاريا توتال اللي انت حسبتها في الاول، يدي لك الاي واي الصغيره. جبت الاي واي الصغيره، احسب لامدا واي اللي باكلينج اللي انت حسبته على الار واي اللي عندك، الرقم اللي يطلع منها لازم يكون اقل من 90. طبعا اقل، يبقى لندا طلعت اقل، طلع الاف برمس والباكلينج 1.6 ناقص 4.085. واخد بال حضرتك؟ لان انا شغال في الكباري، شغال في الكباري ستيل 44، 1.6 ناقص 4.085 في لندا واي تربيع. خلاص، يبقى ده الاولبل باكلينج ستريس. احسب الاكشوال ستريس، الفورس على الاريا لازم يكون اقل من الايه؟ من الاف برمسبل باكلينج. كده خلاص، انت خلاص صممت الاند استفنر كده. خلاص، في جزء صغير اللي هو اللحام بقى، اللحام اللي بين الاستفنر وبين الويب، وانت بتلحمها في الويب، فانت طلعت خانه الويب. ايه الفرصه بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا بتاع اللحام في الاف اللي هو بالويل، والفرصه عندك موجوده اهي، بيساوي الاريا بتاع اللحام. طبعا انت لاحم من الاربع ناحيات، يعني اللحام اللي عند حضرتك لو رجعنا لورا شويه كده، او لحام في اتنين من هنا اهم، من ناحيه ومن ناحيه ومن ناحيه ومن ناحيه، واخد بال حضرتك؟ فهنا اربعه، عشان كده في تخانه اللحام في الدي، في الدي. طبعا ده الكلام ده كله معلوم ما عدا الاس. الاف الاوبل باكلينج معروف 2 من 10 اف التم، وانت شغال على السيل 44، الاف التم بتاعه 4.4، 4 في 2 من 10 يطلع لي الاف الاوبل ويلد، وعندك الاربعه موجوده، وعندك الدي ويب موجود، الفرص موجوده، طلع اس تخانه اللحام اكبر او يساوي 6 مللي. ده كده كده خلصت يا بطل تصميم الاند استفنر. تعالى الانترميديت استفنر بقى. انترميديت استفنر اللي هي على طول اول استفنر بعد الاند استفنر، يعني ده السبورت اهي، الاستفنر اللي فوق دي اللي بنسميها اند استفنر او برينج استفنر، اول استفنر بعدها على طول، دي بنسميها الفيرست انترميديت استفنر. يبقى لازم احسب الشير عندي، ادي الشير اهو يا سيدي، ادي الكيو دي اللود بتاع المنجردر اهو، وانا عاوز عند الاستفنر اول استفنر هنا. واول استفنر ديت لو انا خلي بالك، يا اما المسافه اللي هي من هنا لهنا، يا اما الاس اللي هي بين الكروس جدر والكروس جدر على 2 او على 3 او على 4. هنا انا واخد كام باكيه؟ مقسمها لثلاث باكيات، 1 2 3، يبقى ديت المسافه دي اس على 3. لو انت واخد 2 يبقى المسافه دي اس على 2، لو انت واخد 4 يبقى الاس على 4. فالكيدو ليد هنا اللي هي عند اول انترميديت استفنر بتساوي ايه؟ هروح اقسم دي على الكيو ديد لود، بتساوي المسافه من هنا لهنا على المسافه من هنا لهنا اهو. يبقى الكيو داش هنا اهو بتساوي الكيدو لود في مضروب في نص ال ناقص المسافه اكس على نص ال. طيب ده من ناحيه الديد لود، هجيب برده عند اللايف لود. اللايف لود طبعا بارابولا بالدرجه الثانيه، الكيو هنا على الكيو لايف لود في 1 زائد الامباكت، بيساوي برده المسافه دي كلها اللي هي ال كلها ناقص اكس مقسومه على ال اهو، مقسومه على ال كل تربيع بقى. خلي بالك هنا كل تربيع، لان ده بارابولا، انما هنا مش كل تربيع. تجمع دي زائد ديات يدي لك الكيو ايه؟ عند السكشن واحد اهي اللي انت هتعوض بقى في المعادله، لان الكود مدي له معادله لحساب الفرصه على الانترميديت استفنر اللي هي دي. يعني ففي هنا الكيو اكت ات سكشن بتاع اول استفنر اهو، حسبته انا دي. وعندك خلي بالك الكيو الشير باكلينج اهو، الشير باكلينج ده اللي انت حسبته وانت بتعمل تشيك على الشير باكلينج، على الشير في الويب بتاع الباكلينج بتاع المين جردر، اللي هي المعادلات بتاعته اللي كانت لامدا اقل من 8 من 10 ولا من 8 من 10 1.2 من 10 ولا اكبر من 1.2 من 10، كان مدي لك معادلات تحسب الكيو اللي هو اللوبل شير باكلينج، اللوبل شير باكلينج اللي انت تقارن بول اكشوال ستريس، الاكشوال شير ستريس في المين جارد. هتطبق تطلع الفرص فيه، طلعت الفرص خلاص، خلاص الداتا اللي عندك. بس خلي بالك بقى الكود قال لك هنا ايه؟ قال لك ان الجزء بتاع الويب اللي شغال مع الانترميديت استفنر كان في الاند بيرنج كان 12 تي ويب، هنا 25 يا بطل. الجزء اللي شغال هنا 25،
وطبعا البي ستيفنر برضه بتساوي البي فلانج ناقص التي ويب على 2، ده كلام كويس قوي. والاتش ويب برضه بيساوي الايه ال باكلينج برضه 8 من 10 اتش اي ويب. يبقى انا عندي ال باكلينج اتعرف، وعندي الجزء اللي من الويب شغال مع الانترميديت الصفر 25 تي ويب، واخد بال حضرتك، وعندي الباكلينج رينس 8 من 10، وعندي البي البي ستيفنر دهيت طبعا زي اللي هناك بالظبط، اللي هي الاتش ويب على 2 زائد 5 دايما البوست سايد، او اذا كانت من الوان سايد يبقى الاتش ويب على 30 زائد 10. خلاص هاجي بقى اعمل ايه؟ اصممها بقى، اطبق الستيفنس كونسيل زي ما طبقته بالظبط في الاند ستيفن. اللي باكلينج واي اللي هي 8 من 10 اتش ويب على الار واي اقل من 9، اطلع الار واي. الستريس كونديشن الفورس على الاوبل بيندنج، ولا الاوبل بيندنج مفرضه من 1.2 ل 1.5، اطلع الاريا. طلعت الاريا، عندك البي ستيفنر انت عارف اللي هي البي فلانج ناقص تي ويب على 2، عرفت البي وانت عندك الاريا، يبقى الاريا بتاعتك بتساوي جزء الويب اللي هو 25 تي ويب في التي ويب زائد 2 بي ستيفنر في التي ستيفنر. البي ستيفنر موجود والكلام ده كله موجود، والاريا طلعتها من المعادله دي، اطلع من هنا التي ستيفنر. نفس الكلام اطلع برضو بالنسبه للايه؟ للتشيك على اللوكال باكلينج، ان البي ستيفنر على التي ستيفنر اكشوال بتساوي او اقل من 25 جذر فيلد. من هنا طلع التي ستيفنر اللي هي تخلي الستيفنر ما يحصلهاش ايه لوكال باكلينج، وانت طلعت التي ستيفنر هنا اللي جاي من الفرص اللي بتاثر على الانترميديت ستيفنر الكبيره فيهم تاخدها، يبقى هي دي التي ستيفنر، وحس ما تقلش عن ايه عن 8 مللي. تشيك على الستيرس نفس اللي تشيك بالظبط، هطلع الاي واي واطلع الاي واي الصغيره واقسم الاي واي الكبيره على الاريا يديني الاي واي الصغيره اللي بسموها الار واي، يبقى لمضة اللي باكلينج اقل من 90. خلاص اقل من 90 اطبق المعادله بتاع اللو بالباكلينج ستريس 1.6 لمضة تربيع ناقص 0.485 لمضة تربيع، اطلع الايه اللو بالباكلينج اللي هو الايه اللو بالباكلينج ستريس، يطلع هنا الاكشوال الفرصه على الاريا اهو، والاريا عندك موجود، والفرص سي اس اللي هي الفرصه اللي الكود بيدي لك المعادله بتاعت الكلام ده يكون اقل من ده كده يا بطل. يبقى انت صممت الايه الانترميديت ستيفنر وصممت الاند بيرنج الصفر. اللحام ممكن تعمل الكونكشن بتاعتك زي ما احنا قلنا هناك باللحام، ان على طول الفورس بتساوي الاريا بتاع اللحام في الاف اللي هو بالويلد، والاف اللي هو بالويلد 2 من 10 اف التيمت بتاع الستيل 2 من 10 في 4.4 من 10. يبقى انا عرفت دي الاريا، الاريا بتاعت اللحام طبعا عندها 4 برضه 4 اس في الاتش ويب، والفرص موجوده هطلع من هنا الاس على طول. بس خلي بالك بقى هنا بقى في الانترميديت الصفر انت بتحط اللي بتحمل الفورس على تلت على تلت الديبس بتاع الويب على تلت، لذلك هو بيضرب هنا 4 اس في تلت، هو الكود قال لك كده خده على تلت المسافه بس وخلاص. من هنا اروح مطلع الاس على طول بتاعت الايه اللحام، وتكون اكبر من 6 من 10، او تصممها بولت، تصممها بولت على كيفك برضو، وتطلع برضو الايه ان 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 5 بيساوي الفرصه على الار ليست، وتزودها في 1.15 من 100. والار ليست انت عارف ار سنجل ولا ار دبل ولا ار بيرنج، هنا ار دبل وار بيرنج لان من ناحيتين من قدام ومن الخلف، واخد بال حضرتك. فانت تقدر تطلع الايه عدد البولتس، بس انت صممها الحام عشان يبقى كله زي بعضه، عشان مش هقعد املى الايه من قدر مسامير ان الرب اديتها اروح مدي لها شريط لحام وخلاص، واخد بال حضرتك. كده صممنا الاند ستيفنر والانترميديت ستيفنر. اللونجتينر الستيفنر بقى اللي انا قلت لك عليها حضرتك، اللي طبعا عندك الدبس بتاع المنجدر كبير اكتر من مترين، فبحط ايه فبحط لونجتينر الستيفنر او هوريزونتال السفنر على بعد دي على 4 او دي على 5، ولو انا محتاج كمان احط عند بعد على دي على 2 اللي هي الصفره دي. ودايما واللونج السفنر خلي بالك بتتحط في منطقه الكومبريشن، يعني لو انا عندي من جدره تو سبان هنا، طبعا السبان هنا البوزيتيف مومنت تحت هنا، وبعدين طلع بقى البوزيتيف النيجاتيف بقى فوق هنا، يبقى هنا منطقه الكومبريشن فين؟ فوق. لما هنا النيجاتيف مومنت فوق يبقى منطقه الكومبريشن تحت، هنا منطقه النيجاتيف فين؟ منطقه النيجاتيف فوق ومنطقه البوزيتيف تحت، فحطها فوق. يبقى ده البوزيشن بتاع الايه على شكل البيندنج مومنت اهو، يعني هنا التنشن تحت حطها فوق، التنشن فوق حطها تحت، التنشن تحت حطها فوق. هنا الموضوع بسيط جدا، قال لك انك تحسب الاي واي بتاع الستيفنر اللي تحت، طبعا العرض بتاعها تفرض تخانت، تفرض تخانت تخانتها 10 مللي 12 مللي، خدت بال حضرتك، وتحسب لي ايه الاي واي ده اهو، ما فيش اي مشكله خالص. الاي واي بتاع تخانتها في البي بتاعتها تكعيب على 12، اضرب الكلام ده في 2، ده اللي خلي بالك 2 عشان 2 يعني، افتح قوس ال 2 عشان 2 افتح قوس، اجيب بقى الاي واي الصغيره اللي هي بتاعتها هنا حوالين السي جي بتاعتها اللي هي الايه التي في البيست ستيفنر تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي التي في البيست ستيفنر في بعد السي جي بتاعها عن محور واي كل تربيع، يبقى حسبنا الاي واي. المفروض تتاكد من الاي واي ده، خلي بال حضرتك ان يكون اكبر من 4 دي في التيوب بتكعيب، لو اكبر يبقى الستيفنر دي كويسه وممتاز. هو زي نفسه المعادله الاولانيه ديت قال لك فور لكودين ستيفنر
على 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 عمق اللي هو الداعي على 4 وداعي على 5. طب لو انت حطيت عند النص تطبق المعادله الثانيه دي تحقق ان الاي واي بتاعه النص برضه بتكون اكبر من دي. كده يا بطل يبقى انت صممت الاند ستيفنر او البرنج ستيفنر والانترميديت ستيفنر واللينكد ستيفنر. وده مهمه مهمه مهمه. الراجل بقى مدي لك مثال محلول اهو بقى يا بطل، مثال محلول على الايه على الستيفنر. بقول لك صمم الترانسفيرس ستيفنر الفيرتيكال اللي هي الاند ستيفنر يعني والانترميديت، وبرضه صمم اللينكد اللي هو مدي لك كل البيانات اهي بقى، الكوبري طوله 28 والكيو ديزاين 100 والكيو لايف لود في واحد زائد الاي 75 والكيو ديت لود 25 وبيانات الفلنج بقى التي فلنج قد كده والتي ويب قد كده والبي فلنج قد كده والاتش ويب قد كده. هو الحقيقه عامل لك جدول هنا مقارنه، وده برضو جدول مهم قبل ما اخش في حل المثال، عامل لك سمري مقارنه بين الاند ستيفنر والانترميد ستيفنر. الديزاين فورس هنا الكيو ديزاين، انما الديزاين فورس هنا السي اس. الستيفنس كونديشن هنا هو هو، الباكلينج لينس هو هو، جزء الويب اللي بيشارك مع الستيفنر 12 تي ويب في الاند ستيفنر و25 تي ويب. هنا الاريا اوف فيلد 4 اس في الاتش ويب، هنا 4 اتش في الاتش ويب على 3. اللوكال باكلينج مدي لك المعادله بتاعته هي هي. الاوت ستاند اوف الستيفنر اللي هو الجزء اللي بارز اللي احنا كنا بنقول عليه ايه، بيساوي البي فلانج ناقص التي ويب على 2 او اتش ويب على 30 زائد 5 لو من ناحيتين، او اتش ويب على 30 زائد 10 من ناحيتين. هو نفسه دي زي بتقول مقارنه كده بين الاند ستيفنر انترميدس، برضو دي مهمه برضو خلي بالك. تعال بقى نحل المثال بتاعنا بقى، نصمم الاند ستيفنر. الكيو مدي لك الرياكشن هو 100 طن، جزء الويب اللي شغال 12 تي ويب حسبه، ال باكلينج 8 من 10 اتش ويب حسبه، البيستيفنر اللي هي اتش ويب على 30 زائد 5 اهو حسبها لك. خدت بالك خد البيستيفنر اهو 20، خلاص خد البيستيفنر طبق الاستيفنس كونش، طبق الكلام تطبيق مباشر ما فيش فيه اي حاجه جديده. ان الالا باكلنج اللي هي 8 من 10 اتش ويب اسمع على الاي واي بيساوي 90، راح مطلع الاي واي. الاستريس كونديشن اللي هي الفورس على الاف اللي هو بيقول ان بفرضه من 1.2 من 10 ل 1.5 وفرضه 1.12، ادي الكيو اللي هي 100 قسمها على 1.3 من 10 طلع الاريا. اطرح من الاريا دي بقى اللي مساحه الويب اللي هي 12 تي ويب في تي ويب، خدت بقى لحضرتك، وعندك البستفنر انت جبتها من القانون اللي هو مديه لك ده البستفنر ب 20، اطلع التستفنر. طلع التستفنر هنا بتطلعها 2 مللي، فهو خدها 8 عشان الكود بيقول له كده. وتطبق بقى اللوكال باكلنج عشان ما يحصلهاش لوكال باكلنج، البيستفنر على التستفنر اقل او يساوي من 25 على جذر افيل. طبعا 25 جذر افيل ده الرقم ده معروف اهو طلع 15، والبيستفنر عندك موجوده احنا حسبناها ب 20، اطلع منها التستفنر اللي تخلي الايه الاستفنر ما يحصلهاش لوكال باكلنج. التيك كبيره في يوم انت طلعت التي بتاعت الفرصه والتي بتاع اللوكال باكلنج، التيك كبيره تاخدها، فدي طلعت 14. طبعا الاولانيه الفرصه ادت لك 8 ودي ادت لك 14، يبقى خد ال 14. تشيك على الستريس ما فيش اي مشكله، اعرف اطلع الاريا بتاع الاستفنر دي، اعرف احسب الاي واي والاي واي الصغيره، خدت بال حضرتك، واقسم واطلع لامدا واي بيساوي ال باكلنج لو 8 من 10 اتش ويب على الاي واي الصغيره اللي هي 6 و14. طلعت لامدا، اطلع لو الكومبريشن ستريس من المعادله بتاعته هو، واطلع الاكشوال ستريس اللي هي عباره عن الفورس اللي انت جبتها ال 100 طن على الاريا اهو، اقارنها بالاكشوال ستريس. طبعا الاف اكشوال طلع 8 من 10 وده طلع 1.4. اوكي سيف، خلاص. الديزاين اوف فيلد نفس الكلام، الديزاين اوف فيلد برضه الفورس بتساوي الاريا بتاع اللحام في الالاو بالويلد. الاريا بتاع اللحام اهو عشان اربع لحامات من ربع، ادي اثنين هنا اهو، واحد نعيد واحد نعيد واحد نعيد واحد نعيد، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع لحامات اهو اللي هي اربعه اس في اتش ويب في الاف الالاو بتاع اللحام اللي هو 2 من 10 اف التمت اهو، اف التمت بتاع ستيل 44. طبعا الكلام ده كله مقول في مين؟ الاس، راح مطلع الاس، ما تقلش عن ما تقلش عن طلقه 1 مل، خدها 6 مل بس، خلصت كده. تعالى صمم الانترميد الصفر، اروح مطبق في القانون اهو، اطلع الفرص الاول اللي القانون مديهولي اهو، طلعه فعلا، طلع الكيو عند القطع عند اول انترميد الصفر، طلع الكيو اهيت عند اول انترميد الصفر، طلعت قد كده، وهنا اللي هو ده اللي هو الحته اللي انت عايزها على ال 25 بتساوي المسافه ده اهي، المسافة بتساوي المسافة ديت على المسافة دي كلها اللي هي اللي على 2، واطلع الكيو لايف لود نفس الكلام، ان القيمة اللي انا عايز على ال 75 بتساوي المسافة دي اللي هي ال ناقص 2 على ال ال كله الكل تربيع اهو، اجمع دي زائد دي يديني الكيو عند القطاع رقم 1.86. اطبق في المعادلة ديت اطلع الايه القوة، طلعت 4.9. طلعت القوة خلاص، اطبق بقى الاستفنس كونديشن والستريس كونديشن بقى اهو، دي البيانات اللي مديها لك، جزء الويب اللي شغال 25 اللي باكلينج 8 من 10 اتش ويب، البيستفنر خدها 20 خدها 16 هنا كانت طالعه 14 خدها 16 اللي هي اتش على 2 زائد 5 خلاص ماشي، خدها هو هو خدها هو البيستفنر 16 اهوت،
ماشي خلاص. تالي طبق الستيفنس كونديشن الا على الاي اللي ب 8 من 10 اتش ويب اهو على الاي واي بيساوي 90 اطلع الاي واي. الستريس كونديشن اللي هي الفرصه على الاف اللي هو بيقول لنا بفرضه 1.3 من 10 ما هو من 1 و2 ل 1.5 اطلع الاريا اطرح منها 25 تي ويب في التي ويب واخد بال حضرتك. وعندي البيستفنر انا حددتها هنا ب 16 اطلع التستفنر واطلع التستفنر اللي جاي من اللوكال باك لنفس الطريقه بالظبط التيبيكال اللي هي في الاند ستفنر بالظبط بالحرف اهو بالحرف. طلع التستفنر بتاع نتيجه الفرص طلع التستفنر من هنا طلع نيجاتيف يا سيدي خدها 8 واطلع التستفنر اللي جاي من اللوكال باك اللي طلع 12 يبقى اخد ال 8 ولا ال 12 اخد ال 12 اهو ماشي. اعمل تشيك بقى على اللحام يا سيدي نفس القانون بالظبط ان الفورس بتساوي الاريا بتاع اللحام في الاف اللي هو تعمل تشيك على الاساس مفيش اي مشكله خالص. احسب الاي واي الكبير واحسب الاي واي الصغيره واحسب لامدا 8 من 10 اتش ويب على الاي واي الصغيره يديني لامدا طبعا هي اقل من 90 اطبق في القانون اطلع في الاف الاف برمسبل باكلي او اللي هو بالباكلي اهو. والاف اكشوال الاف اكشوال طلع 27% والاف اللي هو طلع 1.2 اوكي سي اللحام نفس الاسلوب كده يا بطل. يبقى انت صممت الايه عملت مثال على الاند ستفنر انت الكلام ده مهم مهم قلت لك اهو. تعالى بقى الايه اللونجتين الصفر ما انا قلت لك انك بتحسب الاي واش الاي لو انت عايز تصمم اللي عند الدي على 5 اللي هي المفروض تقارنها بالاربعه دي في التيوب بتاعك عيب احسب عادي جدا اهو التي تفرضها 8 مللي ولا 10 مللي في البي تكعيب على 12 يبقى جبت حوالين السنتر لاين زائد الاريا اللي هي البي في التي في بعد السي جي عن محور واي بعد السي جي عن محور واي اللي هي البي على 2 زائد التي ويب على 2 الكل تربيع حسبت الاي واي. وخلي بالك الكلام ده مضروب في 2 عشان من ناحيه ومن ناحيه الكلام ده تتاكد ان هو اكبر من الكلام ده فعلا اهو اكد طلع الكلام ده هو تلاقيها ايه طلع الرقم ده طلع اكبر من الايه 4 تي ويب في التي ويب ده. ولو انت عايز تعمل عندي برضو الايه اللي هي عند الدي على 2 الدي على 2 لها قانون ثاني واخد بال حضرتك مفيش اي مشكله عندك خالص تطبق القانون سطر واحد هو سطر مش غير كده يا بطل. يبقى احنا خلصنا تصميم الاستفنر بتاعتنا خلصنا تصميم الاستفنر بتاعتنا وهنبتدي بقى ان شاء الله هنسجل الكلام ده اهو. هنخش بقى فين بعد كده في تصميم الاليمنتس بتاعت السايد وورك الاليمنتس بتاعت السايد وورك هنقف شويه كده هنتوقف شويه او ممكن نروح على طول نكمل بس احنا هنقف كده هنرضى كويس هكملها.